هذا البرنامج بمساهمة ستيلو الأزرق. حوس تفهم، حوس تفهم، حوس تفهم، وحوس وفهم. مرزوق الزيتون، مرزوق رمضان، مرزوق الزيتون، مرزوق أي تفاح. موز 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 تفاح. تفاح كل موز. تفاح تفاح كل موز. إنفا بارانيو برفع دوب دورا ماما دام بطري أما دام. طماطم طمطومة فلفل قمقومة، طماطم طمطومة فلفل قمقومة. عسلينا أخويا، قديش الفلفل؟ تيخذي أربع قرون عندك قرن بليش. أي وقديش الفلفل؟ شنو أقرون وخيالوش هوا؟ شنغمال ديما هكا بامدين ولا ما كنت شنغمال والله. بيا شوفي مدام، القرن بخمسمية، الأربعة جو 2000، ديفيزي بار 5 تربحي 6 بليش بيهي. واه 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 واه، شنو يا شاسمك؟ فيقوا على وضعكم، فيقوا على وضعكم، الشح وشنغمال الشح شح شح شح. يا ربي يا ربي يا ربي، باش نموت انا واو. اسمع جمله ايش نقول لك؟ وليش انا الفلفل زاده قريب نتصور معاه زايده، يا عجبكش زايده يا اخي فلفل وطماطم، باش عملوا لي موصلي كذيب، باش كلفهم لي انت سحمي هودو ولا غسوا على كارت مي سي با فري نو. هلا سلامة، هلا خويا، شنحوالك شنحوالك، قداش كيلو سردينة؟ شوف معلم، بالنسبة للسردينة راهي بالرسمي راهو معلم، مش نحكي معاك من الاخر وانت ظاهر فيك تفهم فيا بالضبط، فهمت؟ شوف معلم خويا، ماك تعرف جبنا ماكينات جدد وفازيات باش نخرج الحوت من البحر. شبيك معلم، راهو السردينة ما تخرج من البحر راهي الا ما مخك يقف راهو معلم، راهو فهمت؟ ونقول لك حاجة اخرى، انا في بالك انت للسردينة درني ما القوة فوقها برشا عبيد، دونك ما حبيتش تخرج، كي جيبوا الماكينات الجدد هذوما، خوي خرجوا السردينة للمواطن وكلفوه على الحوية تريت معاو. والله الحمد لله شكر الله، أما ما قلتليش بقدها. بيع خوي، الكيلو السردينة اللي كنت ظهر فيك تحس بالحويطة وتحس بالمواطن، 6 فوا 15 ديفيزي بار 10 6 في الكارون يجو برسميلهم، ما معلم لك انت برسميلهم 7200. والله تحب تاكل طريحة، والله قل لنا نقذب، والله قل لنا مش برسمي، والله قل لك تقذب تقل عاد، والله ماكش نرمال، وانا اقول لك غدا نزدمهم عليك، والله انا هو لش نزدمهم عليك، ما تعرف نشكون، انا رئيس الحكومة حمد الجبالي، والله تحب تتعاقل معلي. يا ولدي نفا يا معلم، ها معلم ديز لحظة معلم، يدي فدك معاك راه، والله يدي راهو الكيلو ب 620 سردين، والله عظيم. وليك انت اخويا الصوم في الاخر 230 فرنك السردينة في الكيلو. سلام يا معلم، بقداش لحم البقري؟ شاف خاي لحم متاعي فرش، ما تلقاهوش ورحمة العزيز الغالي حتى في أمريكا. باي يا ودي باه يزر بروح، قداش الكيلو بقري؟ شاف خاي الكيلو عندي ما تلقى السوم ومش نورمال حتى في فرنسا. باي يا ولدي، ما نقولنا باه يا عاد تلا شكاية يا ودي، قداش؟ شوف معلم يا ولدي، شوف انت راه عندي لينات اوريجينال، انا نشوف باه بالقدا باهي، وانت شوف تو وقولي قداش. باه معلم 28 دينار و650 للكيلو الواحد. داي نعم، وفرصة عمرك ما تلقاش في العالم كل، ما شوف السوق برك. باي بالله بالله، والله ما كذبتش، راضي كي قلتي ما تمشيش. مالا وينك انت؟ مالا شوف خويا اسمعني وحل عندك بالضبط، انت طول باهي ايش نقولك حاجة، عندك مرقاز؟ هاي هاد كيلو. عندك كستليات؟ هاي هاد زوز كيلو. باه عندك لحم بقري هبر هذيك عندك؟ هاي مش نرمال والله. هاد 3 كيلو. تفضل. عندك قرعين؟ هاي اخلط عليه. كب كبلو يرجع لصلو. وكيما يقول المثل، وين ماشيين لستو ندري. حوس تفهم، حوس تفهم، حوس تفهم، وحوس وفهم.